في كلمتهم معاني كتار، هي منبع من عطاء وإيثار، وأقدر وأولى بالتكريم، وأحق بصحبة الأبرار، منار وركيزة، علم وعمل، قلب نابض وخير وعمال، وإبداع تربوي وإنجاز وإرادة قوية ما بتنهار. بتتكرم أكيد الأم عشان بتنمي مجتمعات، بتتكرم عشان بتربي وتعلم ولاد وبنات، عشان هي الغدوة والإلهام وعافية بتعبر الأزمات، وفي أقصى الظروف بتشك طريقة وتبني إنجازات. بديك لي طول العمر في الدنيا أم يلي. وكون الأم مثالية ضروري عدالة الترشيح، فكان الحق متاح ممتد مع الوطن الكبير وفسيح. وكم من أم تشيل الضم وبتصارح في وجه الريح، وجب نديها وقفة حب وما بصح إلا كله صحيح. انت العبير والفل طيبة شعور وإحساس. وعبر مسيرة التكريم ومشوار عد 6 سنين، كنوز مخفية اتعرفت، جمال إنساني سر دفين، قصص عن أمهات رباً وشباً فوق جراح وأنين، عزيمة وتضحية وإصرار وحكمة وعزة ما بتلين. وتحرص لجنة من خبراء على تطبيق شروط وافية، حياد وعدالة في التحكيم، تكون بيها النفوس صافية، معايير لاختيار الأم، تراعي والرب كافية، لوائح تد أي سؤال، إجابات مقنعة وشافية. ما أغلاها دمعة أم تسيل من فرحة التقدير، أهل وأحباب بعاد وقراب، زغاريد زي حمامة تطير، وفي حضن الوفاة ترتاح ليالي كفاح وصبر كبير، يطيب الاحتفال بالفال وتنشم الأمومة عبير، يطيب الاحتفال بالفال وتنشم الأمومة عبير. أمي يا زينة ويا طيبة وحنينة، يا ساكنة عينينا ويا أغلى منا الماس. مبادرة فيها أحلام زين، بناء للمجتمع يمتد، ومسؤولية صبح الدين، إرادة على الإعاقة تفوز، تربي تصون بنات وبنين. تكريم الأمومة يدوم، رسالة تعيش مع الجايين. وتكريم الأمومة يدوم، رسالة تعيش مع الجايين. رسالة تعيش مع الجايين. رسالة تعيش مع الجايين. مبادرة الزين لتكريم أمهات السودان المثاليات، الدورة 8 2019، الأمومة قصة نجاح بعزة وكفاح. للعام 8 على التوالي تواصل الشركة السودانية للهاتف السيار زين تفاعلها مع المجتمع السوداني من خلال تكريم الأم، وتدعو كافة أبناء وبنات السودان لترشيح الأمهات المثاليات لعام 2019. سارعوا بترشيح الأم التي كافحت بعزة وصبر في تربية أبناء
أبنائها ونجحت في تقديم مواطنين صالحين للمجتمع في مختلف مجالات الحياة. استمارات الترشيح متوفرة في مكاتب زين وموزعيها المعتمدين بالعاصمة والولايات، وكذلك موقع زين الإلكتروني ومواقع زين للتواصل الاجتماعي. آخر موعد لاستلام استمارات الترشيح 31 من ديسمبر 2018. أنتم تختارون وزين تكرم. زين عالم جميل.